انا قلت له طاري اسف حالي، شديد، لا طرح حالك طاري زعيم. لا ابدا، شو؟ يمكن بالمستقبل مش لا بس اكيد مشان. انت، نعم شو؟ شكرا ميرسي. حسمت امرك؟ باللجان ايه، الناس اللي بتعمل الزعيم، انا ما عم اقول لك ما الناس عملته وعم تعمل ايه يعني بالمستقبل الناس هي بتقرر. نعم تفضل. هلا وقتها بنشوف. اي لجنه؟ لجنه الاداره والعدل اولا، والصحه والصحه والامور الاجتماعيه، واخيرا التكنولوجيا. بحق لكم بحق تطلبوا لنا اثنين، وهي التكنولوجيا هي تفوت فري اوديت اكسسوار. حابب تكون اكسسوار؟ حلو. لا ابدا، بدك تكون فاعل. ابدا فاعل و... الانسان بالحجم اللي بنستحقه. نعم، باي لجنه حتكون حضرتك؟ انا شخصيا اشغال، يعني بعبي، معجب باداء الوزير العريضي، بعبي فراغ سليم عون، يعني لانه حقيقه ما حدا بيقدر يعبي له فراغ باللجنه. معجب باداء الوزير العريضي، يعني مع تصحيح بعض التوزيع العادل اكثر. قديش بتعطي مهله لتشكيل حكومه زمنيه وقت؟ ما حدا، من ما بعرف، من الصفر ل 100 يوم، ما بعرف، ما حدا ممكن يعتذر سعد الحريري؟ مش مسؤوليته، هو اللي قايد هالعمليه كلها. الله يسعد. نديم جميل، انا بتمنى انه تتشكل حكومه باسرع وقت. كلنا بنتمنى. شو بتعطيها مهله؟ من شو بتعطيها مهله؟ ما بعرف الصراحه، ما حدا بيعرف. بفتكر ممكن طول تصريف الاعمال، يعني انا كنت بتمنى انه رئيس الجمهوريه يوافق على التشكيل الاول، وتصفي الحكومه اللي قدمها تشكيلته سعد الحريري تصريف اعمال، هي تكون تصريف اعمال. انا بدي اشكر نديم الجميل على هذا اللقاء، بدي اشكر حكمة ديب على هذا اللقاء نائبا في البرلمان اللبناني. اختم الحلقه بتقرير ليجو اسحاق ضمن سلسله التقرير عن السياحه البيئيه في لبنان. نعرض ليله تقريرا عن ثلاث عائلات انتقلت سيرا على الأقدام من وادي القديسين في قديشة صعودا إلى القرنة السوداء، ومن بعدها الوصول إلى منطقة بعلبق. طبعا يعني هذا الريبورتاج من ضمن السلسلة اللي بلشنا فيها من حوالي 3 أسابيع حول السياحة البيئية في لبنان، لتعريف المواطنين واللبنانيين واللي عم يشوفونا في الخارج على كثير من النشاطات البيئية والسياحة البيئية في لبنان. أسبوع الجاي بنشوف شيء عن درب بسكنتة الأدبية، بعد منه حول موضوع السياحة الدينية في لبنان، طبعا من ضمن هذه المواضيع التي تسوق لبنان في لبنان والخارج. نختم. نعم، هذا عنوان سعد الحريري، السياحة الدينية. كثير بتأثر بفكر الأستاذ سعد الحريري. أنا فعلا كثير بأدي مواقفه الوطن، نقدر موقفه فعلا، بس سياحة، بس سياحة الدينية عنوان معروف، معروف يسبق سعد الحريري ويسبق أنا، يسبقني أنا ويسبق كل اللبنانيين على هذا الموضوع اللي هو الحكي بأحد الإفطارات. نعم، فيها نوع من هيك الفوقية، يعني إنه سنسمح للمسيحيين بسياحة دينية وإلى آخره. يعني طريقة، إذا بتراجع الحديث كان في نوع من هيك، ما حبيت الطريقة ولا حبيت الشكل. هي كانت سياحة دينية إسلامية ومسيحية، مش بس هيدا مسيحية. هذا يعني طبعا بأي حال، يعني مقار السياحة الدينية المسيحية والإسلامية موجودة في كل لبنان ومفتوحة للجميع. إذا نختم بهذا التقرير لجستاء إسحاق، تصبحوا على خير. تحيات فريق العمل، مخرج بودي، تصبحوا. عبالهم يعملوا شيء من رحنا وبلت المصرون طلعنا
منطقه بر كثير حلو لها نوع كثير ناس كل نهار Thank you.